النهاردة مفروض ان احنا الموسم الثالث لملك الجمال المحجبات. السيزون السنة دي هيبقى في القاهرة بمشاركة من جميع الدول العربية، من البنات ومن لجنة التحكيم، لجنة عربية من الأردن ومن السعودية ومن المغرب. في بنات عرب كتير مقدمين ونزلوا مصر موجودين. احنا هنقابلهم وهنصفي، هناخد منهم 20، هناخد ال20 بنت ونعمل لهم كامب. الكامب يوم 17 و18، هعمل لهم محاضرات طول النهار، تنمية بشرية، تطوير ذات، كات ووك، ازاي تقدر تمشي طبيعي على الستيج، مش تمشي بخطوات زي البنت اللي هي الفاشل، يعني الموديل. انا مش عايزاها موديل، انا عايزاها تعرف تمشي، تعرف تتكلم، تعرف تكون يعني واجهه قدام اي حد تقدر تتكلم، بتمثل فئه المحجبات، بنت مثقفه لبقه محتشمه. هختار على مقاييس اللبس اللي هي داخله بيه قدام اللجنه، شكلها قدام اللجنه، طريقه كلامها قدام اللجنه. هختار السن بتاعها من 18 ل 35 سنه. اتشرفت ان انا اختاروني في لجنة تحكيم المهرجان الثالث لمسابقة ملك الجمال محجبات العرب، وحاجة جميلة ان احنا يعني نشوف الجمال بشكل مختلف. يعني هي المسألة مش ممكن زي ما الناس بتعتقد ان هي ملكة جمال المحجبات العرب او المصرية او اي ملكة جمال ان هي يعني بتختزل كلها في الشكل الجمالي للفتاة او للمرأة او للسيدة، ولكن هي المسألة لها ابعاد تانية كتيرة مختلفة. دايما السيدة او البنت او الفتاة لها تأثير كبير جدا في المحيط اللي بيدور حواليها. احنا من خلال المسابقة بنشوف الفتيات أو المتقدمات أو المرشحات، يعني إن شاء الله كلهم يكونوا يا رب على قدر كبير من الجمال. الكل اللي أنا شرحته ده كله ده بيحفز أصلا يعني ناس تانية أو بنات تانية أو كل الفتيات العرب إن هم يشوفوا الجمال بشكل مختلف، إن هي تشوف قد إيه ممكن تكون في فتاة أو بنت يعني حازت بلقب الملكة أو الوصيفة أو يعني أي من المشاركات من المسابقة فازوا بأي من الألقاب. في الآخر هي فازت ليه؟ فازت علشان عندها مقومات 1 و2 و3 و4، مش فقط المقومات الجمالية. فتعتقد بعد كده ان البنت مش الاهتمام فقط بالمظهر، لا، هي ايضا بتهتم زي ما بتهتم بمظهرها، وده مهم جدا برضو، ولكن ايضا تهتم بعوامل تانية مهمة جدا اللي هي في الاخر زي ما قلنا اللي هي بتؤثر في المجتمع. دي تاني مشاركة ليا السنة التانية على التوالي، و موضوع شكله لطيف، بتمنى انه يطلع كمان اقوى من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان حاجه مشرفه جدا، ما كانش فيه الحقيقه اي نوع من التحيز او محسوبيات زي ما بيقولوا لاي حد. في النهايه اللي عندها الخبره وعندها الثقافه وعندها اللباقه وعندها المظهر الحسن هي اللي فازت باللقب. فيا رب السنه دي ان شاء الله ربنا يكتب التوفيق. احنا اول يوم النهارده اهو، فبتمنى التوفيق ان شاء الله. خليكي بسيطه جدا، خليكي متواضعه جدا، بلاش الناس اللي بتتغر والاضواء والشهره بتاخدهم. الموضوع في الاول وفي الاخر انت لازم زي ما انا بقول انك تبقي سفيره لبلدك وتبقي واجهه مشرفه، وواجهه مشرفه كمان للمراه المحجبه، دي مسؤوليه كبيره جدا على فكره. اشتركت فيها لاني لقيت ان في يعني الحاجات اللي كانوا منزلينها ان الاحتشام والثقافه، وطبعا الحجاب بيكون واجهه للدين والاخلاق، ولقيت ان الحاجات دي موجوده الحمد لله فيا، فحبيت ان انا اشارك فيها علشان بعد كده يكون ليا يعني صوت ان انا اوصل رسالة ان الحجاب مش لازم ان انا عشان اكون محجبة اكون مثلا لبسي مبهدل او حاجة، لا بالعكس، ان الحجاب كتير جدا بقى دلوقتي ليه فاشن مخصصة، ليه حاجات مخصصة، بقى ليه خطوط موضة يعني عالمية. سبب اشتراكي ان انا اثبت للعالم ان الحجاب احلى بكتير من البنت اللي من غير حجاب، وان هي تجربه جديده يعني عشان اثبت نفسي واحقق حلمي فيها. سبب مشاركتي جوزي قدم لي فيها، هو كان عارف ان انا من زمان حلمي ان ابقى يعني يبقى في متاح اي مسابقه للمحجبات، واول ما عرفنا الموضوع فهو قدم لي فيها وعملها لي مفاجاه، واتمنى ربنا يوفقني ان شاء الله. انا قدمت في المسابقه عشان لقيت فيها الشروط اللي بتتوفر فيا واتحمست لها، وفتحت عندي ابواب كتير بصراحه وحاجات فكرت فيها ساعدتني ان انا اقدم فيها. يعني طموحي ان انا عايزاه بصراحه في حياتي، والمسابقه دي تبقى اول خطوه بصراحه ليا ان انا اوصل له. لو نفسي اعمل برنامج يكون لي واقع ملموس على ارض الواقع، واقع مرئي تاني على شاشه التلفزيون، بيقدم فكره اكيد ما اتقدمتش في اي برنامج لحد دلوقتي، وان شاء الله باذن الله اوصل له.